زي ما خدتها منك المرة اللي فاتت هاخد روحك المرة دي. اخص عليك الحرام. والله مظلوم يا معلم. مظلوم مين يا قد ما تقولش الكلام ده؟ مظلوم يا معلم. يا معلم ما تقلش مني في الحرام. انا مش حامي يا انت حرام وانا قفشك. انا ايوه يا بقى. والله ما حصل يا جماعه. عيب الحرام مش معاك يا معلم. انا ليه اعتبارك في الحرام يا معلم؟ حرامي يا معلم. انا ليه اعتبارك في الحرام؟ بل سايب يا رمه. يديك كده يا ابو ياسين. ما اشوفش وشك كده تاني. يلا انا مش حرامي يا معلم. الله يا عم ونادر وانا قفشك. انا مش حرامي يا معلم. الله يا عم توكل على الله. يا ساتر أعوذ بالله. الله مالك بحلايلي كده ليه؟ كده تعكر دمك على الصبح؟ سيبك من تعكير دمي وقوليلي ينفع الكلام ده؟ ينفع فريدة؟ تسيب أمك يعني تحضر الفطار وتجهز لي هدومي ينفع؟ خليها عليا المرة دي. وعد. وعد. بكرة الصبح الفطار عليا. يا سلام يا سلام. لا انا هستناك انت واختك تجهزوا الفطار. ابوكوا فطاره بيبقى جاهز من بدري قوي. تسلم ايدك يا مديحه. ما انا لو اعتمدت على بناتك الفطار هيبقى غدا. ايوه. وايه سكر وجوز الطيب؟ انا است فريده. ما تحاسبش على الحاجات دي يا جمعه. حسابها خالص يا معلم. ما ينفعش يا معلم. ما بين الخيرين حساب. هو ابوكي ما قالكيش ان احنا اصحاب من زمان ولا ايه؟ لا ما قالش. اصله بينسى. انا بقى ما بنساش. حجزت الكل. تسلم. حسابك اهو. ما قلنا خلاص. مش قلنا خلي يا ست؟ ما قلنا تسلم. شايلينك للكبيره. يا ليليان يا بنتي. ايه ده؟ فريدة؟ اهلا يا حبيبتي. العوافي يا اختي. الفستان خلص؟ يوه يقطعني. والله سهرت عليه طول الليل بس ما خلصتوش. معلش يا حبيبتي. يخيبك يا بت. امال هلبس ايه في الحفلة؟ يا اختي مسحي.